طيب أنا أستأذنك نطلع إلى تفاصيل هذه الشكوى المهمة التي قلبت الموازين رأسا على عقب، والتي فجر بها هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأمور في توقيت مهم وقبل ساعات، يعني مش هنقول أيام، هي 48 ساعة من انعقاد الجمعية العمومية ليبرئ ساحته وذمته أمام الآلاف اللي وصلوا 23 ألف وكسور الذين اختاروه ليذيع لكل أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك من منطلق اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. إذا كان صمتي طويلا لا يمكن أبدا أن أصمت عندما يكون الزمالك في خطر. هكذا أفهم شكوى هاني العتال للجنة الأولمبية صاحبة الست بنود، هذه الشكوى التي أدعو أعضاء الجمعية العمومية أن يدرسوها جيدا، وسنضعها على صفحة كورة بلدنا على الفيسبوك من الآن. الآن للتو وضعنا الشكوى ببنودها الستة على صفحة كورة بلدنا على الفيسبوك، ويعني أستحلفكم بالله زي ما قال الدكتور مصطفى، لنقف على مسافة واحدة، اقرأوا تمعنوا حافظوا على مستقبل الزمالك، فالذي يريدكم جهالا لا تعرفون هو الذي يريد تدمير النادي. أما من يريد أن يوضح لكم الحقائق لوجه الله عز وجل فهو الذي يريدكم أن تكونوا في طريقا مستنيرا، لأن الزمالك العظيم يستحق أن يكون له أعضاء جمعية عمومية عظام بوزنكم، أنتم أصحاب القيمة وأصحاب القدر، لا للزج بالموظفين أمام المحاكم واللجنة الأولمبية، ولا باللعب بأفكار وعقول أعضاء الجمعية العمومية، فكلهم يعلمون أنه صاحب إدارة فاشلة، وأننا لن نرضى أبدا أن تستكمل مشوارها لتدمير نادي الزمالك. نشوف. طبعا كان الشكوى اللي احنا يعني